يمكن محافظة أسيوط إحنا عندنا 367 لجنة على مستوى ال 11 مركز والاثنين حي، هيؤدوا بإذن الله تعالى بما يقارب ال 78,000 طالب وطالبة امتحانات الإعدادية على مدار الأسبوع الكامل بمشيئة الله تعالى. يمكن كان في استعدادات مسبقة للمحافظة، يمكن كنتم موجودين معانا، بدأنا بزيارة مفاجئة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط علشان نتفقد المطبعة السرية، وتأكدنا من الإجراءات اللي بتتم علشان طبع الأسئلة وتحضير الأجوبة ورق الأجوبة. يمكن بعد كده حصل اجتماع مع مديرين الإدارات على مستوى المحافظة كلها، ومع وكيل الوزارة ومدير التعليم ومدير المطبعة، وكان في بعض التكليفات علشان تكافؤ الفرص بالنسبة لي أولادنا كلهم على مستوى المحافظة، ولو في أي سلبية أو حاجة فيها إعاقة أو أي حاجة يتم تسجيلها بإذن الله تعالى. يمكن إذا ما حضراتكم كنتم موجودين معانا، إحنا بدأنا الجولة أهو، ويبقى في بعد كده متابعة بمشيئة الله تعالى، متابعة لاحقة لنهاية الأسبوع لغاية لما أحفادنا وصديقاتنا يأدوا الامتحانات بتاعتهم بكل يسر وسهولة. بعض الإجراءات وبعض التعليمات كلفنا بها مديرين الإدارات ووكيل الوزارة يتابعوها على مدار الأسبوع الكامل بمشيئة الله تعالى. ما زلت أقول لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع على مستوى المحافظة كلها. الحمد لله يمكن لما قابلت مع أحفادي وحفيداتي الحمد لله قالوا لي كويس، الامتحان النهارده كويس الحمد لله، حله في سهولة ويسر الحمد لله. يمكن طلبنا منهم ان هم حتى لو انتهوا من الإجابة فيراجعوا تاني مرة واثنين وثلاثة، لأن ممكن يكونوا هيضيفوا حاجة هيفتكروا حاجة. أتمنى يا رب التوفيق ليهم يا رب بمشيئة الله تعالى، وإن هم خارجين مبسوطين مش النهاردة بس، لا على مدار الأسبوع كله بإذن الله تعالى. بشكر التربية والتعليم، بشكر المديرية، بشكر كل القائمين على منظومة التعليم في محافظة أسيوط. وفي الآخر ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلدنا مصر وشعبها وكارثها السياسية في قامة السيد رئيس الجمهورية وجيشنا وشرطتنا اللي بيحفظوا الأمن والأمان، وينعم علينا دايما يا رب بالخير الوفير الدائم يا رب العالمين. شكرا. شكرا يا وزير. شكرا. مع الوكيل اتفضل. بشكر طبعا هو. أنا بقى سيبوني وأتوكل أنا على الموضوع. خليك أنت مع ماشي. بتاع ده. ماشي. هذا خليك معاك. شكرا. مع الوكيل احنا على الهوا برضو، معلش تعقيب على امتحانات النهارده بعد الجوله اللي حضرتك كنت فيها. الحمد لله زي حضراتكم انتوا متابعين مع معالي الوزير المحافظ وشفتوا اللجان بتاعتنا، الحمد لله في هدوء والامر ماشي بشكل محترم الحمد لله، وده طبعا نتيجه كافه التوجيهات، وزي ما عارفين حضراتكم ان كان في اجتماع مع معالي الوزير وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا، ووجه ببعض التعليمات، والحمد لله احنا نفذناها في اسيوط ودي دعمتنا كتير، وبرده كذلك توجيهات معالي الوزير المحافظ، ومعالي الوزير المحافظ متابع لينا بشكل مستمر، ويمكن زي ما هو ذكر ان هو عمل اجتماع بالساده مدراء الادارات على مستوى محافظه اسيوط وانا كنت موجود معاه، ووجه برضه ببعض التعليمات، والحمد لله يمكن من اهم الاجراءات اللي احنا خدناها دي في نظام مركز التوزيع. زي ما انتم عارفين حضراتكم ان قبل كده كانت الاسئله بتطلع في اجوله كلها مره واحده، لا احنا الكلام ده عملنا زي نظام الثانويه العامه، صناديق، صندوق لكل ماده حسب عدد لجان الاداره، تمام؟ اذا كان ممكن في اداره 3 صناديق ممكن اداره في صندوقين، وبيفتح في صباح الماده، ده من ضمن الاجراءات، والحمد لله الامور باذن الله طيبه وماشيه كويس ان شاء الله باذن الله. هل تم رصد اي شكاوى داخل اللجان؟ الحمد لله، يعني احنا مرينا في اللجان اللي مرينا فيها وسالنا اولادنا، الحمد لله بيشكوا في الامتحان، ويمكن بصينا في ورق الاجابه بتاع الاولاد، الحمد لله الاولاد كاتبين بشكل كويس وان شاء الله باذن الله. ايه اكتر الاشياء اللي انتم عملتوها السنه دي ويعني جاء بارتياح الطلب يعني؟ والله هو الحمد لله يمكن احنا كان برضو من ضمن التوجيهات موضوع الانتدابات والمشاكل اللي كانت
بتعملها الانتدابات المحليه. الحمد لله لجنه الاداره زي ما بناء على توجيهات معالي الوزير احنا خدنا من اداره الاداره وحولنا برضه النوعيه اللي هي جيده اللي هي دعم للبلد ودعم للدوله بحيث ان الناس دي عارفه قيمه الامتحان وازاي تحقق العداله والتكافؤ والفرص لاولادنا. فده اجراء كان مهم بالنسبه للجنه الاداره غير لجنه طبعا غير المطبعه السريه والطباعه الامتحانات وكل الاجراءات اللي احنا خدناها. في غرف عمليات مع الوكيل بتتابع الامتحانات ما رصدتش اي حاجه حتى في كل اداره غرفه عمليات وفي المديريه الغرفه الرئيسيه الحمد لله الامور ماشيه بشكل